يعني ميس بالعكس، انا حتى قلت في 2014، وهذا الشيء انا اتمنى ان طارق العلي يحط ايده على القران ويتكلم فيه، ان انا رشحته للعمل معاه في عمل مسرحي، وهو اللي اجله لانه لازم كان يقول حق الشريك الانتاج معاه. اذا انا كنت اكرهها شلون انا ارشحها في عمل؟ بالعكس انا لا، كل شيء. وشفت في المره قاعد تتطور، لا هي اصلا متطوره.